deixa o senhor quiet. خلي بالك يا بهاء. حاضر يا فندم. ايه يا حسين؟ مفيش أي حاجة يا فندم. تفتكر يا فندم سرحان هو القاتل؟ والله مش عارف يا حسين. أول مرة في حياتي أبقى مش عارف. لكن إذا ما كانش هو هيبقى مين يعني؟ يا فندم القاتل رقاصة وتعرف ناس كتير. أنا في الأول كان كل تفكيري منصب على بتوعة الكباريه اللي بتشتغل فيه، خصوصاً إنه في علاقة بينهم هما الاتنين. صاحب الكباريه أثبت إنه كان معاه لحظة ارتكاب الجريمة يا فندم. القاتل ما سابش أي دليل، مفيش أي خيط نهتدي بيه. ما فيش غير المنديل اللي لقيناه مرمي جنبيها ده. يمكن يكون بتاعها، خصوصا تقريبا المحاريم يا فندم، وكمان البصمات اللي وجدناها على عكرة الباب. لا في الغالب دي هتكون بصمات القتيلة نفسها. الظاهر لنا قدام جريمة غامضة لسه ما جاش لغاية دلوقتي. غريبة. تمام يا فندم. كنت انا طالع السلم ورايا يا فندم. كده؟ طب اطفي النور واحرسوا الابواب كويس لحسن يهرب. حاضر يا فندم. بسرعة بسرعة. كل واحد مكانه بسرعة شوية اتحرك الباب يلا. حمني ربي من نظر كل واحد كل واحد كل واحد ياخد خير كل واحد ياخد خير انا هسيب لكل واحد خير بس كل واحد ياخد خير واحده بس اللي عايز خير تانيه يشتري هو بقى يشتري هو خير تانيه خدوا انتوا كيس وانا اخد خير انتوا خدوا الكيس كله وانا هاخد خير واحده بس انا مش عايز خيار وانا بتاع خيار انا ما بحبوش انا جايبه عشان اعلقه في النجفه بصراحه يعني انتوا كلوا الخيار كله
هاتوا جبنة وكلوا خيار بالجبن. الخيار مفيد للجبنة جدا جدا يعني. خللوه بدل ما انتوا واقفين كده، اقعدوا خللوا خيار. هتفضلوا واقفين؟ خللوا خللوا خيار، خيار كويس. احشوه، اقعدوا قوروا خيار وحطوا في كل خيار ريايه جوافيايه وحطوها الفرن، هيطلع بطيخ على طول. خيار كويس، الخيار مفيد لعضله القلب. لما اهلا اهلا في سكامبو مش احمد سكارنو برضو مين العمده؟ اهلا اهلا حبايبي. ايه ده مين؟ موسوليني. ازيك يا موس؟ يا خبر ايزنهاور نفسه. ده جميع الاخوه الصعايده هنا ما شاء الله. لا مؤاخذه ما خدتش بالي يا فندم من ال خش بالي من البتاع.